What do you think? Thank you for this. What could have done this? What the hell? Bring the beast down on us. What is that thing? Wendigo. What the hell is a Wendigo? It possesses people. Don't look it in the eyes. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه فيلم كونسيومد. من الممثلين اللي قاموا ببطولة الفيلم ديفون سوا وكورتني هالفرسون ومارك فاميلياتي، والفيلم من اخراج ميتشل التييري. بالنسبه للمخرج، من الاعمال السابقه اللي اخرجها هولي جوست بيبل وريزد باي وولفز. فيلم كونسيومد نزل على المنصات الرقميه يوم 16 اغسطس سنه 2024. كالعادة وفي آخر كل مراجعة حابب أقول كلمتين، فاللي عايز يسمعهم يستنى لآخر الفيديو أو يجري المراجعة ويسمعهم. الفيلم بيحكي عن زوجين جاي وبيث، والاتنين طلعوا في رحلة خلوية لإحدى الغابات علشان يقضوا وقت جميل مع بعض ويحتفلوا بمرور سنة من شفاء بيث من مرض السرطان. فلما دخل الليل وكانوا بيحتفلوا مع بعض، سمعوا صوت ضرب نار جاي من بعيد، وبيبتدي أحداث الفيلم. طبعا لما جيت اتابع الفيلم ما كنتش متوقع انه هيكون فيلم قوي بسبب قصته البسيطة والانتاج اللي كان محدود جدا، لكن برغم من الكلام ده تابعت الفيلم ده لسببين. اول سبب عشان الفيلم كان ببطولة ديفون سوا، واللي دايما بيعجبني اداؤه التمثيلي من ايام الجزء الاول من سلسلة افلام فاينال ديستنيشن لحد تمثيله الرائع في الموسم الاول والتاني والتالت من مسلسل تشاكي. بالمناسبة، اللي حابب يتفرج على مراجعة المواسم الثلاثة من مسلسل تشاكي، انا سايب اللينكات تحت في الديسكريبشن. نرجع للمراجعة. فالسبب الاول كان لمتابعة ديفون سوا، واللي مخيبش ظني خالص في الفيلم ده، فدوره كان مقنع وجميل اكتر من باقي الممثلين. اما بالنسبة للسبب التاني اللي خلاني اتابع الفيلم ده، لما عرفت ان هيكون فيه الكائن الاسطوري واللي بيعرف باسم الويندجو، علشان اخر مرة شفت الكائن ده كان في اللعبة الجميلة واللي بتحمل اسم انتيل دون، واللي كانت نزلت من 9 سنين، فاتمنيت اشوفه في فيلم، لكن للأسف خاب ظني وبشدة لما شفت نسخة الويندجو في الفيلم ده. اما من النقط الجميله برضو كان تصوير الاماكن الطبيعيه والموسيقى اللي كانت مصاحبه للمشاهد دي. اما بالنسبه لمشاكل الفيلم، الصراحه كانت كتيره قوي، لكن اللي افتكرته من المشاكل دي كلها كانوا 3 مشاكل بس. اول مشكله ان المخرج كان بيلجا كتير في عمل زغلله في عدسه كاميرا التصوير، فللاسف الاختيار ده سيء عشان المؤثر ده كان قديم جدا. تاني سبب ان بعض المواقف كان بيغلب عليها لوجيك او منطق افلام الكرتون، فبالتالي المواقف دي ما كانتش مقنعه اطلاقا. تالت سبب والاخير، برغم ان مده الفيلم كانت حوالي ساعه وتلت، الا ان احداثه كانت بطيئه جدا، وبسبب كده ممكن المشاهد يشعر بالملل بمنتهى السهوله. خلاصه الكلام، فيلم كونسيومد الحاجه الوحيده اللي اتعملها كونسيومد فعلا كانت وقت المتفرج. تقييمي لفيلم كونسيومد هو 4/10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان ما نتناقش مع بعض. وقبل ما اقول سلام، اللي متعود يدخل السينمات عشان يتفرج على افلام اجنبية او مشترك في منصات اجنبية، ياريت بلاش علشان المنتجين بياخدوا فلوس كنتو وبيتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها. فانا عن نفسي افضل ان احنا نستنى شوية لحد ما الفيلم ينزل على المنصات المجانية ونتفرج عليه. وبعتذر ان طولت عليكم. سلام.